السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تقع قرية إمرزجان على بعد كيلومترات من ورززات، وقد اشتهر رجالها بقدرتهم على التحمل وإنجاز الأشغال الشاقة، وفي جملتها حفر الآبار. في العام 79-900 ألف قامت إحدى المقاولات المتخصصة في حفر الآبار باستقدام عاملين من قرية إمرزجان، أحدهما علي أيت عيسى ويبلغ من العمر 22 عاما، أما الثاني فاسمه عبد الرحمن مرزوق ويكبر ابن قريته بسنة واحدة، كان في ربيعه 23. كلا الشابين لم يتلقى من التعليم سوى ما حصله خلال سنتين أو دون ذلك كان يترددان فيها على كتاب القرية. عهد صاحب المقاولة إلى الشابين بحفر بئر في واحة النخيل في إقامة أحد الأثرياء كان ينوي تسخير مياه البئر في سقي حديقته، وقد استطاع الشابان علي وعبد الرحمن إنجاز العمل المطلوب منهما قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، وهو ما سر له صاحب الإقامة الذي منحهما مكافأة مالية سخية. توالت المهمات التي كان يعهد بها صاحب المقاولة إلى الشابين. في السنوات الثلاث التي قضاياها في خدمته تمكن من حفر ما يقرب من 30 بئرا تراوحت أعماقها بين 20 و50 مترا، بل إن بعضها زاد عمقه على 50 مترا. خلال تلك السنوات راكم علي وعبد الرحمن خبرة لا يستهان بها، كما أنهما استطاعا أن ينسجا شبكة علاقات مع الزبناء. تنبه إلى أن صاحب المقاولة الذي لم يكن يملك سوى معدات بسيطة لرفع الأتربة من الآبار أثناء الحفر كان يجني مداخيل محترمة بينما لا يرقى أجرهما إلى مستوى الحد الأدنى للأجور. في مطلع ثمانينيات القرن الماضي شهدت البلاد حالة جفاف، وقد قرر الشابان الانفصال عن المقاول، راجع علاقتهما به إذ تعاقد معه على أن يكون أجرهما سعر معلوم للمتر المكعب من الأتربة التي يتم استخراجها. زاد دخل الشابين وصارت تراودهما الآن فكرة إحداث شركة خاصة بهما. تيسرت لهما الفرصة لما قام بحفر بئر في منزل رجل ساعدهما على إحداث الشركة. كان ما ادخراه يتيح لهما شراء معدات العمل، كما اشتريا شاحنة صغيرة يسخرانها في نقل العتاد. اتسعت دائرة عملهما فكان لهما زبناء في مراكش وفي أجدير وفي الدار البيضاء. كانت أسعار حفر الآبار في الدار البيضاء ومحيطها أكثر إغراء، ولذلك قرر ابناء قرية إمرزجان الاستقرار هناك. استأجر بيتا في حي شعبي على أمل شراء منزل في منطقة لا تكون فيها أسعار العقار مرتفعة. بعد سنتين أمضياها في الدار البيضاء وقد بدأ العمر يتقدم بهما نحو 30، قرر الشابان العودة إلى قريتهما بأطراف ورززات وانتقاء شابتين للزواج خاصة، ولم يعد لديهما الآن مشكل للسكن إذ اشتريا منزلا من طابقين. في أواخر صيف العام 86-900 ألف عاد عبد الرحمن مرزوق وعلي أيت عيسى إلى الدار البيضاء ومع كل واحد منهما زوجة شابة. استقر عبد الرحمن وزوجته مسعودة أيت حدو في الطابق الأرضي، بينما اتخذ علي وزوجته حليمة الفاتح من الطابق العلوي مسكنا. مرت السنوات، كان الرجلان يخرجان كل صباح معا يبحثان عن صفقات جديدة أو لإنجاز أشغال في عهدتهما. رزق علي 3 أطفال ولم ينجب عبد الرحمن الذي بعد أن تردد على أكثر من طبيب أيقن أنه مصاب بالعقم. بعد بضع سنوات صار الطابق الأول يعج ب5 أطفال فضلا عن والدهم علي وأمهم حليمة. كانت المرأة تفني أيامها في خدمة الزوج والأطفال، كانت أشغال البيت ترهقها حتى إذا جن المساء نامت حيثما غلبها النوم. حين يعود علي إلى البيت يجد زوجته وقد نامت وسط أطفالها 5،
كان ذلك يزعجه. في مرات عاد فيها باكرا وجد في البيت مع حليمة زوجة شريكه عبد الرحمن. كانت مسعودة تبدو وكأنها لم تفقد شيئا من نضارة الشباب، لم يكن لها من شغل سوى إسعاد زوجها، وكانت علامات السعادة ظاهرة على محيى عبد الرحمن. كان علي كثيرا ما قارن بين زوجته حليمة أم أطفاله الخمسة ومسعودة زوجة عبد الرحمن. كانت الأولى قد نبذت منذ سنوات الآن الاعتناء بنفسها، وكانت الثانية أنيقة في نضارتها. ولما تكررت لدى علي نوبات المقارنة بين حليمة ومسعودة وقع من حيث لا يدري في حب مسعودة. لم يكن رجلا يجري وراء شهواته في الشارع، ولكنه يجد الآن في نفسه إحساسا جارفا يدفعه إلى مسعودة حليلة جاره وابن قريته. صار يفكر الآن في الطريقة التي توصله إلى مسعودة، خلص إلى أن الوصول إلى من أخذت قلبه وعقله معا يمر عبر التخلص من عبد الرحمن. خطط للتخلص منه دون أن يترك أثرا يقود إليه. من الدروس التي تعلمها من حرفة حفر الآبار أن الأكسجين يقل عند أعماق محددة، وأنه لا يكون بمقدور العامل البقاء في البئر أكثر من ساعة واحدة. في تلك الأيام كان عبد الرحمن وعلي يتوليان حفر بئر في الدار البيضاء. كان يتناوبان، مرة ينزل عبد الرحمن إلى قاع البئر للحفر، ومرة علي. كان على من ينزل إلى القاع أن يسحب معه قنينة أكسجين وأن لا يمكث أكثر من ساعة. قلب علي في مخيلته تلك المعطيات فرأى أنها تتيح له القيام بجريمة كاملة، كذلك اعتقد، وكذلك قرر أن يتخلص من صاحبه. في الغد لما كان دور عبد الرحمن في الحفر وبعد أن مرت ساعة، أبطأ علي في تزويد صديقه بالأكسجين، بل إنه قام بإنزال أنبوب إلى البئر ربطه بعادم السيارة، أدار المحرك. كان غاز ثاني أكسيد الكربون يتدفق إلى البئر. بعد لحظات لم يعد يسمع حركة لصديقه. انتظر نحو ساعة أخرى، أخرج الأنبوب الذي كان قد ربطه بعادم السيارة ودفنه في مكان قريب، ثم بعد ذلك فقط اتصل بالوقاية المدنية. بحضور الشرطة تم إخراج جثة عبد الرحمن من البئر. كان واضحا أن الرجل مات مختنقا لانعدام الأكسجين. تلقت مسعودة الخبر الفاجعة، تم دفن عبد الرحمن. صار علي يرى مسعودة الآن في متناول يده. سعى في البداية إلى إقناع زوجته حليمة بضرورة الإبقاء على البيت المشترك. قال لزوجته إنه سيكون ملزما بدفع نصف ما يحصل عليه من مداخيل إلى أرملة عبد الرحمن، وإن ذلك سيعني تراجعا في مستوى المعيشة. خلال الأشهر الأولى أظهر بالملموس لزوجته حليمة أن تقاسم الدخل يعني تدهورا في مستوى حياة أسرته، كما سعى إلى إقناعها بأن بقاء مسعودة وحيدة يطرح في حد ذاته مشكلة. بالتدريج جعل علي زوجته حليمة تتقبل فكرة زواجه من مسعودة، بل إنه جعلها تدفعه إلى الزواج منها. كانت لها دوافعها الخاصة، فزوجها علي كان كثير الخصام لأنها لم تكن تخلو له بسبب كثرة أشغالها. ما أن انتهت عدة مسعودة حتى فاتحها فيما كان يريده، لم ترد طلبه، كانت ترى في الزواج من علي حماية لها. مرت شهور وعلي ينعم بمسعودة، ومسعودة الطيبة الجميلة لا تدخر جهدا في إسعاده كل يوم أكثر، وكانت إلى ذلك لا تتردد في مساعدة حليمة على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها. طمحت مسعودة إلى التعلم ومحو أميتها، ولذلك سجلت نفسها في دروس محو الأمية التي كانت تقدمها إحدى الجمعيات. في تلك الفترة حدث ما لم يكن يتوقعه علي، فقد حضر من قرية إمرزقان شقيق الهالك عبد الرحمن، اسمه سعيد مرزوق، وقد جاء يطالب بنصيبه فيما خلفه شقيقه من إرث، وهو المنزل الذي يسكنه علي وزوجته وأبناؤه. كان الرجل ضيفا ثقيلا،
أصر على الإقامة في الشقة التي كان يسكنها شقيقه الهالك، بل إنه لم يتردد أكثر من مرة في تعيير أرملة شقيقه بزواجها من علي. كان يتهمها بأنها نسيت بسرعة كل السنوات التي قضتها معه. أبلغت مسعودة زوجها علي بما يقوله سعيد شقيق زوجها السابق. كانت غاضبة، أغضبت علي الذي قال بالحرف: إذا لم يتوقف فسوف أتخلص منه هو أيضا. تلقت مسعودة باستغراب ما لبثت أن كتمتها ما قاله علي. صارت تلك العبارات تثير لديها الكثير من الأسئلة: سوف أتخلص منه هو أيضا، هل قتل عبد الرحمن؟ كان سعيد في تلك الأيام يعمل مع علي في حفر الآبار، شغله في محاولة لإلهائه عن المطالبة بنصيبه في البيت. في الأيام التي تلت كانت مسعودة تحاول استفزاز علي، تؤجج كل يوم أكثر غضبه على سعيد، وتحاول الحصول منه على الكيفية التي يريد التخلص بها منها. ذات ليلة قال لها إنه سيجعله يموت اختناقا في قاع البئر. كانت مسعودة قد أسرت لإحدى المسؤولات عن الجمعية التي تقدم دروس نحو الأمية بالشكوك التي كانت تساورها حول تورط زوجها الحالي في قتل زوجها السابق عبد الرحمن. ولما علمت أنه يريد قتل سعيد بأن يجعله يموت اختناقا في قاع البئر أبلغتها بذلك. كانت مسؤولة الجمعية قد بلغت عميد الشرطة في الدائرة بالموضوع. وضع علي تحت المراقبة، وفي اليوم الذي كان قد حدده للتخلص من سعيد أبلغت الوقاية المدنية. كان سعيد بدوره قد أبلغ بما يدبره له علي. لما نزل سعيد إلى قاع البئر وكان عميد الشرطة يراقب من بعيد، غادر علي إلى أحد محلات بيع الأنابيب. أثناء غيابه نزل أحد رجال الوقاية المدنية وزود سعيد بقنينة أكسجين. لما عاد علي مد أنبوبا ربطه بعادم السيارة إلى داخل البئر، أدار المحرك. تظاهر سعيد بأنه يطلب قنينة أكسجين، لم يلتفت إليه علي. ثم بعد ربع ساعة أيقن علي أن سعيد قد مات. انتظر بعض الوقت واتصل بالوقاية المدنية. لما حضرت ونزل أحد رجالها إلى قاع البئر وعاد ومعه سعيد، كان حيا. صعق علي. لما أفاق كان أمامه عميد شرطة الدائرة الأمنية، العميد نفسه الذي حضر إخراج جثة عبد الرحمن قبل نحو سنة. لم يجد المحققون صعوبة تذكر وهم يستنطقون علي. باح بكل شيء لما علم أنه خسر كل شيء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.